بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الرياضيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعة مباركة على الجميع. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمع شباب الأردن والجزيرة في دور 16 من بطولة كأس الأردن في تكرار لنهائي 2017، عندما تواجه الفريقين قبل 5 أعوام من الآن، وتوج الفريق الجزراوي بلقب المسابقة بعدما انتصر بهدفين مقابل لا شيء. لكن اليوم من سيضرب موعدا مع الرمثة في دور الثمانية؟ من سيقطع تذكرة العبور للدور ربع النهائي؟ لمن ستكون الكلمة في أمسية اليوم؟ لكن هذا لا يوجد لغاية الآن في أرضية الملعب. كرة ملعوبة والرأسية حاضرة، إنما بجوار القائم الأيمن. رأسية حضرت جهة الدور ربع النهائي، المحاولة مستمرة، خطيرة، هذا جول، ممكن جول. أوه، مرت اللقطة الأخيرة في وسط الملعب. محمد طنوس في لمسة، في مرور، يا عيني يا طنوس، بالرواق، بأريحية، نقلة في الطرف الأيمن، محاولة من علامة، مهدي علامة، إمكانية العرضية خطيرة لكنها مرت من لاعب على تنفيذ ضربة الزاوية. محمد طنوس يرسل كرة عرضية خطيرة، أوه الله على لقطة ما بين مهدي علامة، ما بينه وبين قنديل، عمر قنديل في المرور، يا سلام، على حدود منطقة العملية، التصويب، الله يا سلام من كارلوس، الإبعاد، ما زالت أبو شعيرة وما زالت علامة، هذا جول، الله، سريعة، استلمها شعيرة، أبو شعيرة يحاول تصويبه، هذا جول، أوه، محمد طنوس يرسلها أمامية خطيرة، أوه، ضاعت مرة أخرى. ما ظهر دوغلاس في أرضية الملعب، مختفي تماما، تصويبه، الله على كرة. كرة الآن عرضية موجودة خطيرة مرت، أوه، رأسية حضرت. محاولة قائمة مستمرة جزروية، تصويبه، الله يا سلام. بديل وحيد وهو وليد عصام، من ينتصر، أقدام لاعبين الشباب أم قفاز وليد عصام؟ صافرة الحكم. مشاهدي الرياضية الأردنية أينما كنتم أينما تواجدتم، نهاية شوط المباراة الثاني حاله كحال شوط المباراة الأول بالتعادل بصفر مقابل صفر. والآن نحتكم وننتقل إلى ضربات الحظ، ضربات الترجيح. من ستكون الكلمة؟ لمن ستكون؟ للباشا أم لعرباش؟ الباشا يتقدم، الله، هذا فوق. ولمن ستكون الغلبة؟ للاعبين اللي دخلوا في آخر وقت من أحداث المواجهة. يوسف النبر يتقدم، قدم يسرى فتاكة محمد طنوس يتقدم، طنوس حطها بكل هدوء. لم يعود إلى الخلف كثيرا سليم عبيد، وأمام وليد عصام، سليم عبيد، الله، في 90، في الزاوية القاتلة. حسين عبيدات ينظر، يتقدم، حسين عبيدات حطها، أوه الله، الحظ يقف بجانبك يا حسين عبيدات. يتقدم لثالث الكرات كارلوس هالاسمراني، حطها، يا سلام على الكاريزما. بالنسبة للكتيبة الجزروية عامر جاموس، وأمامه عرباش، عامر جاموس يتقدم، جول، هدف رابع وركلة ترجيحية رابعة. سيتأهل الفريق الجزراوي. محمد أبو طه يتقدم، تصويبه، جول، هدف رابع. لا، أمسية طويلة اليوم. أبو شعيرة، الركلة الخامسة مهمة يا أبو شعيرة، يتقدم أبو شعيرة، جول، ممتازة من أبو شعيرة. لا، لاعبين اليوم مركزين. يتأهل الفريق الجزراوي. اللاعب البديل لشباب الأردن يتقدم، خلاص، مبروك للفريق الجزراوي، التأهل.